انطلقت فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان البحرين للطعام 2024 في مراسي البحرين بديار المحرق بمشاركة أكثر من 100 مطعم ومقهى وشركة ضيافة تقدم مختلف الأطباق والمأكولات التي تلبي أذواق المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين. وتأتي هذه النسخة مع تحول المهرجان إلى نقطة جذب سياحي سنوية، حيث يتيح لمرتاديه فرصة التعرف على أطباق جديدة وتناول أطعمتهم المفضلة من عدة أسماء ضيافة مرموقة ضمن أجواء مليئة بالمتعة. ويقدم المهرجان هذا العام تجربة ضيافة أكبر وأكثر تنوعا، بما يدعم مساعي وزارة السياحة في تعزيز مساهمة قطاع الأطعمة والضيافة في استراتيجية السياحة لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 وتحقيق أهدافها بما يعود إيجابا على الاقتصاد الوطني وأبراز مكانة المملكة كوجهة سياحية مفضلة إقليميا وعالميا. المهرجان أكثر من رائع، يعني ترتيب ما شاء الله والتزيين الفرق وايد حلو ما شاء الله. ترتيب هالمرة أفضل من السنة اللي طافت. ما شاء الله وايد حلو المهرجان وحضور كبير في أول يوم من المهرجان، ووايد مطاعم يعني من برا معروفة مشاركة هني، وما شاء الله يعني هالسنة أحس وايد زين المهرجان. كل سنة ما شاء الله المهرجان يكون متميز عن السنة اللي قبلها، فإحنا من رواد الفستيفال من النسخة الأولى من أيام ما كان على شارع الملك فيصل، ولكن نشوف كل سنة في تنوع وكل سنة يكون في أشياء جميلة. حتى هاي الأشياء اللي أهالي يستانسون فيها. صراحة المهرجان وايد حلو لأنه وايد منوع ويصلح حق العوائل ويصلح حق اللي عندهم يهال، ويصلح بنفس الوقت حق الشباب لأن عندهم برامج حق الأطفال، عندهم تنوع وايد كبير من المطاعم والكوفي شوبات، يعني طبوا تخيروا. الصراحة حياكم الله لأن صدق بتستانسون، يعني الكل يستانس الصغير قبل الكبير.